دعونا ناخذ معنا في هذا الموضوع الاستاذ خالد التيجاني النور، رئيس تحرير صحيفه ايلاف، ينضم الينا من الخرطوم. استاذ خالد، اهلا وسهلا بك. لازلنا نتحدث عن الاهميه وغيره، لكن نبحث حسب متابعاتكم عن التوقيت والمكان ودلالات كل هذا. تفضل استاذ خالد. بالنسبة للتوقيت، نحن نعلم أن السد قطع يعني أشواط بعيدة في تنفيذه، وبالتالي يعني أصبح تقريبا في حكم الأمر الواقع هذا التوقيع يعني يأتي في محاولة يعني لتدارك الأمر من قبل مصر على وجه التحديد، وبعدما أصبح السد يعني تقريبا أمر الواقع، وهي محاولة أيضا للانتقال من يعني مربع التشاكس إلى مربع التعاون، عسى ولعل أن يؤدي ذلك إلى تقليل يعني المخاوف المصرية من هذا الأمر. ايضا بالنسبه للسودان، طبعا رغم انه اعلن من وقت مبكر انحيازه الى او تاييده لسد بناء سد النهضه، ولكن ايضا يعني اجتهد ان يلعب دور الوسيط بين اثيوبيا ومصر، وفي تقديري هو من هذه الناحيه قد نجح، ولكن ايضا السودان نفسه له انشغالات فيما يتعلق بموضوع السد، فيما يتعلق بتاثير المستقبلي على يعني السودان نفسه، فبالتالي يعني التوقيع طبعا تم بالتاكيد، ولكن يعني لم يبدد الهواجس او المخاوف التي كانت موجوده من قبل، ولكن ايضا يمكن ان نقول انه يعني ربما خلق اجواء يعني افضل للتعاون، ربما يعني تؤدي الى يعني معالجه القضايا بروح جديده، ولكن يعني كلها تقوم على حسن النيات فقط، ولكن حسن النيات لا يكفي فيما يتعلق بالمصالح القومية لكل دولة، يجب أن يكون هناك يعني محددات واضحة ذات طابع يعني قانوني يحفظ لكل دولة مصالحها الوطنية. رغم ذلك أستاذ خالد، يلاحظ المراقبون والمتتبعون لهذا الملف شح المعلومة المقدمة من طرف إثيوبيا حول هذا السد، حول أرقام حقيقية لطاقة الاستيعاب وغيرها، كيف يفسر الأمر؟ طبعا يعني بناء السد هو مبادره اثيوبيه يعني لاحقا علمت بها السودان وكذلك مصر، وبالتالي كانت هناك نيه يعني اثيوبيه مسبقه لبناء السد بدون التشاور المسبق مع البلدين اللي بيشاركوها في هذا في الحوض الشرقي، واثيوبيا تعتقد انها يعني هذه الموارد هي موارد اثيوبيه، وبالتالي لها حق مطلق التصرف فيها بغض النظر عن يعني الحقوق او مصالح الاطراف الاخرى، ولكن يعني كذلك مصر تعتقد انها حقوق تاريخيه ايضا ومكتسبه لا تريد ان تمس، ولكن في نهايه الامر تم تكوين لجنه دوليه طبعا من الخبراء حاولت ان تدرس في وقت لاحق يعني بعد هذا السد، وتم وضع الحجر الاساس له في ابريل نيسان 2011. اللجنه الفنيه لدى الخبراء قدمت تقريرها في مايو 2013 بعد عامين يعني، وبعد ما تم الشروع بالفعل في بناء السد، وبالتالي يعني هناك فعلا مشكله فيما يتعلق بشح المعلومات، ويعني حتى الاتفاق الاطار الذي تم اليوم في الخرطوم يتحدث عن ان هناك لجنه فنيه يعني لها مهره 15 الشهر القادم ايضا لاجراء المزيد من الدراسات الفنيه، فبالتالي يصبح الحديث يعني الان السد نفسه اصبح امرا واقعا، البناء مستمر فيه، الان الحديث عن يعني استدراكات فنيه هو السؤال، يعني ماذا ستفعل يعني هذه الدراسات الفنيه اذا كان يعني هناك يعني بناء بالفعل للسد، وبالتالي اصبح امر واقع، فبالتاكيد يعني في تقدير ان هذه محاوله من الدولتين السودان ومصر على وجه الخصوص تحاول ان تقلل من الاضرار التي قد تنجم من يعني تكون خارج الإطار كامل في هذه الصورة. شكرا جزيلا سيد خالد التيجاني النور، رئيس تحرير صحيفة إيلاف.